بالبداية بدنا نستعمل طلاء الأساس، لون الزهرة، مثبت للون، الستراس النيلي، وعود خاص لتثبيت الستراس. رح نوضع طلاء الأساس لحماية الأظافر. وهلأ بنوضع لون الزهرة أو اللون يلي منرغبه. نوضع كمية قليلة من طلاء الأساس لتسهيل تثبيت الستراس. بالنهاية نوضع مثبت اللون ليضاين الطلاء لوقت أكثر. وهيك منكون حصلنا على هالموديل.